مساء الخير. ليلة جديدة من ليالي المنارة الساحرة. مصر النسيم في الليالي وبياعين الفل، ومراية بهتانة على القهوة أزورها وطل. قال أنادين طل من مطرح ما أنا طليت، والقاها برواز معلق عندنا في البيت، فيه القمر مصطفى كامل حبيب الكل، المصري باشا بشواربه اللي ما عرفه الذل. ومصر فوق الفرندا واسمها جولييت، ولما جيت بعد روميو بربع قرن بكيت، ومسحت دمي ومسحت دمعي في كمي، ومن ساعتها وعيت على اسم مصر. السلام الوطني لجمهورية مصر العربية. مصر الثلاث أحرف الساكنة اللي شحنة ضجيج، زوم الهوى وطقش موج البحر لما يهيج، وعجيج حوافر خيول بتجر زغروطة، حزمة نغم صعب داخلة مسامعي مقروطة، في مسامي مضغوطة مع دمي لها تعريج، ترع وأنوات سقت من جسمي كل نسيج، وجميع خيوط النسيج على نبرة مربوطة، أسمعها مهموسة ولا أسمعها مشفوطة، شبكة رادار قلبي جوه ضلوعي مظبوطة على اسم مصر. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة أول مارس، والنهاردة عندنا حفلة خاصة جدا أو لقاء خاص جدا. عندنا أربع مناسبات بعد كام يوم، ليلة النصف من شعبان. كل سنة وانتم طيبين. وطبعا كلنا عارفين ان الليلة دي ليها دعاء، لكن انا هحكي لكم حكاية صغيرة قوي عن واحد كان بيطوف حوالين الكعبة، وهو بيطوف كان مش حافظ ادعية، فواحد قال له ادعي باللي في قلبك. انا هقول لكم الدعاء ده وكلنا هنقوله طول عمرنا: يا رب ملناش غيرك. المناسبة التانية هتيجي بعديها بشوية، بس قبليها بكام يوم إن شاء الله كل سنة وانتم طيبين وربنا يبلغنا شهر رمضان المعظم. المناسبة التانية دي اللي قبل رمضان في مناسبتين هم جايين في يوم واحد وكلنا لازم نحتفل بيهم: عيد الأم، كل أم وهي طيبة، وعيد ميلاد مدام الدكتور محمد سعد الدين راعي صالون المنارة اللي بيستضيفنا النهاردة. لكل هذه الأسباب كان معانا بقى المفاجأة الجميلة اللي انتوا شايفينها وراي الكبير الأستاذ ماجد سرور. الأستاذ ماجد سرور وفرقته الكبيرة قوي مهمة جدا. النهاردة هنستضيف صالون ليه طبع خاص جدا. الصالون ده فاصلين زي حفلات الأوبرا الكبيرة اللي بنحضرها. الفاصل الأول يعني هو من النجوم اللي كتير منكم طلبوه. أنا سامي قالت لي أنا عايزة ياسر سليمان. فالنهاردة معانا في الفاصل الأول المطرب الجميل، مطرب الأوبرا اللي من 2007 وهو على خشبات مسرح الأوبرا،
هيقدم لنا مجموعة من أجمل الأغاني. أنا مش هتكلم عن الأغاني النهاردة بعد إذنكم عشان الحفلة طويلة قوي. أنا هكلمكم على حاجة واحدة بس في الفاصل الأول. الفاصل الثاني هقول لكم برضو حاجة صغيرة. إنما الفاصل ده ليه علاقة بليلة النص من شعبان وشهر رمضان. أنتوا كلكم فاكرين أنت عمري، عارفين حكايتها إن عبد الناصر في عيد العلم لما قابل عبد الوهاب وأم كلثوم قال لهم لازم بقى تعملوا لنا حاجة، فعملوا أنت عمري. إنما الرئيس السادات برضو يعني ما فاتتوش الحكاية دي، ففرح بنته كان فيه بليغ حمدي والشيخ النقشبندي، فقال لهم عايزين حاجة منكم. النقشبندي انتفض، قال إيه ده؟ ده بيغني لل حاجات الرقص والحاجات دي. فبليغ قال له طب انا هخليك تغني حاجه مش هتقول ما حدش هيقول زيها. فلما سمع اللحن الشيخ النقشبندي قال لهم ده مش بني ادم، ده عفريت من الجن من كتر جمال الكلام ده. النهارده اللي هيقدم لنا الاغنيه دي ياسر سليمان مطرب الاوبرا الجميل، هيقول لنا مولاي إني ببابك. قبل ما نشوف ياسر أستاذنا ماجد سرور هيقدم لنا مقطوعة موسيقية وعايزنا كلنا نغني معاه أغنية لوردة. بس قبل ما نبتدي نرحب بالفرقة الموسيقية الكبيرة اللي كلها أساتذة من الأوبرا ومن معهد الموسيقى. الدكتور ماجد سرور استاذ آلة القانون باكاديميه الفنون، عازف الناي استاذنا دكتور نبيل برجاس استاذ آلة الناي باكاديميه الفنون، الالات اللي انا بحبها بقى، عازف الشلو الشهير الاستاذ طه السيد، والاله اللي انا بفتقدها في كل الصالونات آلة كونتر باس من أهم الآلات الموسيقية وعازفها الأستاذ صلاح رجب، عازف الكمان الشهير الأستاذ محسن ياسين، عازف الإيقاع الأستاذ محسن الصواف، وده ليه ميزة خاصة ده عزف مع عبد الوهاب نفسه، وأخيرا عازف الرق الأول بالأوبرا الأستاذ عبد الرازق أحمد، هو مشهور بعبده الرايق، فتوقعوا من هذه الآلة الجميلة أروع الإيقاعات. مرة تانية كل سنة وانتم طيبين، وأترك المسرح لأستاذنا الدكتور أستاذنا حبيبي، مع السلامة.